قلب الطبيعة الخضراء ومن رحم الجبل اللبناني بمنطقة جوار الحوز ولدت فكرة معمل لبري لعائلة الخوري اللي عرفت قيمة الأرض وكرم الطبيعة وعاشت من خيراتها. لبري تأسس بال2016، كان بدنا اسم شوي جامع يفرجي الخضار اللي نحن عايشين فيه، ومش هيك اجت فكرة لوبري اللي هو كلمة البستان يعني أو الأرض الخضراء. نحن عايشين هون بالضيعة من 1730، وجدودنا من زمان وجر كانوا دايما يهتموا بالأرض، وكنا دايما نزرع، وكنا دايما التجارة تبعنا بالزراعة وبالفواكه، وقلنا إنه لازم المعمل ينعمل هون بقلب الضيعة. حمي الأبناء آل الخوري إرث أجدادهم بعقل ووجدانهم، وقرروا إعطاء ثمرة التفاح قيمة مضافة من خلال تحويلها إلى عصير وخل ذات جودة عالمية. قلنا خلينا نبلش بالمنتوج الخل والمنتوج العصير. ليش؟ لأنه لقينا نحن حبينا نعمل بريميوم برودكت، لقينا إنه في نقص بالسوق اللبناني بالمنتوجات البريميوم، فهون لقينا جاب، لقينا طريقة فينا نفوت فيها ونميز حالنا عن غيرنا تنعمل برودكت عن جد ريلي هاي كواليتي وبريميوم، ويكون شكل قنينة عن جد مميزة كمان. نكهات وخلطات منوعة بتم تحضيرها بمختبر لوبري لتخرج بنوعية فريدة قل نظيرة بالسوق اللبناني، تشكيلة مميزة من خل وعصير التفاح الطازج 100%. نحن خلطتنا مثل ما قلتي خالية من كل أي مواد حافظة أو أي مواد بتعطي سكر زيادة اديشن شوجر، 100% طبيعي. نحن بس وي باستورايز ات، يعني كرمال تقدر يضاين بالوقت كرمال تنوصل لهذا الانتاج. كل الكواليتي تشين بدنا نشتغل عليها من الأول للآخر. التفاح الكبير شكله حلو وبعدها ونوعية السكر فيه منيحة، هيدا بس بناخده من فوتو بنحطه بالبرادات لحديت ما يجي وقت ننجو، بعدين بنرجع بنطلعه على الانتاج وهونيك بنعصره، وبنرجع بعدين وي باستورايز ات، بنبستره كرمال تنقتل البكتيريا، وبرجع بعدين بنعبيه. فعلى مساحة 6000 متر مربع أبصر معمل لوبري نور بمقاييس عالمية وهندسة داخلية رفيعة وماكينات وأدوات صناعية متطورة بتحاكي كبريات الشركات العالمية بجودتها وطعمها. بظرف وقت كتير قصير قدرنا نجيب نحصل على شهادة ايزو 22000، ومش هيك من وقت ما تعمر المعمل عمرناه according to ISO standards، واخذنا into consideration كل الامور اللي لازم ناخذها كرمال نقدر نحافظ مش بس على نظافه، بس على كواليتي تبع العمال وكواليتي تبع المكانات ونظافه المكانات. ليس هدف لوبري الوحيد العمل التجاري وحسب، بل مساعدة مزارعي التفاح لتسويق إنتاجهم وتثبيتهم بأرضهم عبر شراء منتوجاتهم وخلق فرص عمل جديدة بالمنطقة. طموحنا نعرف الماركت لوبري على السوق اللبناني وخلي الكونسيومر يحبها مثل ما نحن بنحبها ويتعود عليها، وعنا طموح تاني كمان نقدر نشجع الانتاج الزراعي ونخلي المزارع بأرضه وأهل المنطقة يضلون عايشين بأرضهم. لوبري عصير تفاح بريميوم بنكهة لذيذة بدءا من شجرة التفاح مرورا بتصنيعها وصولا إلى شكل الزجاج الخارجي. فكروا بصحتكم وفكروا بالمنتوج اللي عم تشتروه، وشوفوا بالآخر شو هن المنتوجات اللي بيساعدوا الوضع اللبناني وبيساعدوا الزراعة اللبنانية، وبذات الوقت بيعطيكم هيدي الحيوية وهيدي الكونسومشن free of sugar و free of any additives كرمال تحسوا حالكم fresh.